أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا بكم إلى الجهاز العصبي المحيطي. يتألف من الأعصاب القحفية والأعصاب الشوكية والأعصاب الذاتية، ويربط الجهاز العصبي المركزي بجميع أجزاء الجسم. وتكون الأعصاب على ثلاثة أنواع: حركية أو صادرة، حسية أو واردة، ومختلطة تحتوي على ألياف حركية وألياف حسية في آن واحد. لذا فإن الجهاز العصبي المحيطي يتكون من المواد العصبية الموجودة خارج الدماغ والحبل الشوكي، ولذا سمي بهذا الاسم. وتنقل الأعصاب الواردة الحوافز من مختلف المستلزمات الجسمية إلى الجهاز العصبي المركزي. أما الأعصاب الصادرة فتنقل الحوافز من الجهاز العصبي المركزي لأعضاء الجسم. أما الأعصاب المختلطة فهي تحمل الحوافز في اتجاهين، أحدهما حركية والآخر حسي. والجهاز العصبي المحيطي له وظيفتان رئيسيتان، هما نقل المعلومات من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي، نقل الأوامر من الجهاز العصبي المركزي إلى المستجيبات اللي هي الغدد والعضلات. وأيضا أكو مستجيبات أخرى لكن نتحدث حيث الأهمية. يحتوي الجهاز العصبي على 43 زوج من الأعصاب، وهي الأعصاب القحفية وعددها 12 زوج مرتبطة بالدماغ، وتشمل العصب الشمي وهو عصب حسي، العصب البصري وهو عصب حسي، العصب المحرك لمقلة العين وهو عصب حركي، العصب البكري وهو عصب حركي، العصب التوأمي الثلاثي وهو عصب حركي حسي مختلط، العصب المبعد وهو عصب حركي، العصب الوجهي وهو عصب حركي حسي مختلط حسي مسؤول عن التذوق، وحركي لعضلات الوجه، العصب الثامن عصب السمع وهو عصب حسي مسؤول عن السمع والتوازن، العصب التاسع العصب البلعومي وهو عصب مختلط حسي للتذوق وحركي في البلعوم، العصب العاشر الحائر وهو عصب مختلط حسي حركي للقلب والأحشاء والأوعية الدموية، العصب الحادي عشر العصب الإضافي هو عصب حركي مسؤول عن عضلات الرقبة والأحشاء، العصب الثاني عشر العصب تحت اللسان هو عصب حركي مسؤول عن حركة عضلات اللسان.